وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فحملوا سعف النخل وخرجوا إلى لقائه وكانوا يصيحون ويقولون هوشعنا مبارك الآتي باسم الرب مليء، إسرائيل وإن يسوع وجد جحشا فركبه كما هو مكتوب لا تخافي يا بنت صهيون هو ذا ملكك ياتي إليك راكبا على جحش ابن يتان، وهذا لم يفهموا تلاميذه في ذلك الوقت، ولكن لما تمجد يسوع ذكر تلاميذه أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنها هي نفسها صنعوا له. وكان الجمع الذي معه يشهد بأنه دعا لعازر من القبر وأقامه من بين ولهذا خرجت إلى لقائه جموع كثيرة لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع تلك الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض أترون أنكم لا تربحون شيئا هذا العالم كله قد تبعه، وكان قوم من الأمميين فصعدوا ليسجدوا في العيد هؤلاء عيد نوم فيلبس الذي من بيت صيد الجليل، وسألوه وقالوا له يا سيد نريد أن نرى يسوع. فذهب فيلبس وقال لأندراوس